A weightlifter can hold a 25 kilogram ball in his hand. When the arm is positioned with 105 angle at his elbow as shown, الزاوية 105, assume that the forearm and hand have a total of mass 2 kilogram centered and 15 centimeter هنا كده, يعني هنا في 20 نيوتن وهنا في 250 نيوتن. يقول and the biceps muscle اللي هو ده ايوه attaches 5 سنتيمتر اهي الحته دي from the elbow. The arm is in static equilibrium متزن, تورك بيساوي صفر. We'll draw a free body diagram. عايز اول حاجه الفري body diagram, نرسم كده نحط هنا فورس اهي F joint, نحط هنا FM والزاوية دي 105, يعني الحتة دي نقدر نعرفها برضو هي 75 ولا ايه مظبوط 105 و 180 درجة, وهنا في 20 نيوتن و 250 نيوتن, والمسافات كلها 30, دي 15 و 15 وهنا 5. ده البارت A. في البارت B you'll find the magnitude of the force FM اللي هي دي that the biceps the muscle exert on the forearm. بحيث بقى متزن, يعني سيجما التورك عند الجوينت تساوي صفر. طيب ال FM الرأس اللي هيعمل تورك فنقول ساين 75, المسافة بتاعتها 5 سنتي يعني 0.05, ده بيعمل موجب سالب 20 في 15 سالب 250 في 0.3 يساوي صفر. اذا ال FM تساوي, طبعا لازم يطلع اكتر من الاتنين دول مسافته صغيرة فلازم يبقى كبير, 20 في 0.15 250 في 0.3 تقسيم 0.05 وتقسيم ساين 75, يطلع رقم كبير 1600, اكتر طبعا من الاثنين دول بكتير 1615 نيوتن عشان يعمل اتزان. بيقول find the horizontal and vertical components of the force Fg exerted by the upper arm on the elbow joint. هنا يعني سيجما Fx يساوي صفر وسيجما ال Fy يساوي صفر, نجيب التو كومبوننتس. طب في ال Fx يطلع ال Fg x, هو عايز عايزها كده من غير تحليل ولا حاجة, ده يمين ماينس ال Fm كوساين 75 كوساين ان افق يساوي صفر. اذا ال Fg x يساوي كده نيوتن. وبالنسبة للواي ده لتحت فأقول ماينس اف جي واي وماينس 20 وماينس 250 وبلس اف ام لفوق يبقى كوس يبقى ساين 75 يساوي صفر. اذا الاف جي واي يساوي كده نيوتن. نحسب الرقم ده عندي اهو, هضربه في كوساين 75 يطلع 418, وهنا هودي ده هناك يبقى ماينس 20 ماينس 250 وبلس 1615 ساين 75 طلع 1290 1290.